رئيس الحكومة يا جماعة، وهو آخر تصريح ليه امبارح قبل ما يستقيل ويتم تكليفه بحكومة جديدة، بيتكلم عن إنجاز هو عمله، إنجاز مهم عمله في الحياة، ألا وهو انخفاض معدلات النمو السكاني. يعني مصطفى مدبولي من إحدى نجاحاته كما يرى وكما يرى السيسي، وعلشان كده هو مكمل، إن قلل النمو السكاني في مصر. ده الإنجاز اللي عمله مصطفى مدبولي، وده الحاجة اللي هو شايف إنها حاجة كويسة هو بيشيد بيها، وأكيد عجبت السيسي عشان كده خلاه رئيس الحكومة الجديدة. وزير الصحة خالد عبد الغفار، وده كان راجل يعني هو دكتور سنان أصلا، فمعرفته عن المستشفيات واحتياجاتها بسيطة. يعني بيقول لك مصر بتستقبل 5600 مولود يوميا، وقال بقى ان الدستور يلزم الدولة بالحد من الزيادة السكانية، واحنا بنقول له يا علامة عصرك وزمانك، يا ريت يا سيادة الوزير تقول لنا انهي مادة بتنص على ان الدولة تتدخل وتحد من السكان، وتقول لي اخلف كام وما اخلفش كام، ولو الدستور بيقول كده طبقوا على السيسي. السيسي ما عندوش عيلين زي ما انتوا بتقولوا للمصريين خلفوا عيلين، السيسي عنده 4، ومش عارف كان عنده 17 ولا مش عارف 20 اخ واخت، ما شاء الله كتار جدا. يعني الحاج سعيد عنده اولاد كتير اللي هو ابوه، فما تجيش تقول للشعب، ما يعني ما حبش اللي هو يقعد في منصب وبعدين يفتكر ان هو عبقري وعظيم وهيحلها وهيجيب التايه. لا يا باشا، انتوا دوروا على نفسكم الاول قبل ما تكلموا الشعب. ومفيش حاجه في الدستور بتقول ان الدوله تتدخل في العلاقه بين الراجل ومراته وبيته وعدد عياله، ومفيش الكلام الفاضي ده، الله يخليكم، بطلوا هبد بقى. تحديد النسل في مصر واقع وليس قناعه، واقع حال غصب عن الناس. ده بترد عليكم العربي الجديد وتقول لكم ان الناس مش مقتنعه في مصر ولا حاجه بتحديد النسل، الناس مجبره من الفقر والهم والغم اللي ماله بيوت العالم بس. والموضوع ده بيزيد، يعني موضوع الهم والغم ده شغال ومستمر. الرغيف من شلن لريال، من 5 قروش لعشرين قرش، الدعم هيتشال، الكهرباء هتغلى، البنزين هيغلى، الدولار ب50 جنيه وبكره يبقى ب70 و80 مره تانيه لما يعوم تاني. فالناس مش يعني الناس مش بتعمل حاجه مقتنعه، الناس بتعمل حاجه وهي مقهوره مش اكتر من كده.